التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي بمدير دائرة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية ستيفن هيكي، وذلك على هامش مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وجرى خلال اللقاء استعراض مستجدات الوضع اليمني والضغوط المطلوبة من القوى الكبرى في مجلس الأمن لدفع الميليشيا الحوثية عن التعاطي الجاد مع جهود إحلال السلام في اليمن والوفاء بالتزاماتها بموجب إعلان الهدنة الإنسانية، فيما تطرق اللقاء إلى التدخلات البريطانية المتاحة لدعمها والتخفيف من معاناة الشعب اليمني.